اهلا بيكم مريد، ازيك؟ اخبارك يا كابتن مجدي؟ الحمد لله تماما يا مريد، الحمد لله. انا بحييك لان انت دايما بتواجه ما بتهربش. لا أنا احنا يعني دي كرة قدم زي ما انت بتقول، وفيها المكسب وفيها الخسارة، واحنا للأسف الشديد لم نظهر بالمستوى الفني اللي ممكن يؤهلنا ان احنا كنا ناخد البطولة او نستمر في البطولة. احنا من اول البطولة واحنا لا 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 لا، ثواني، ليه لم نظهر بالمستوى الفني مع ان الدولة سخرت كل حاجة في الدنيا للمنتخب، كل حاجة في الدنيا؟ ابعد التنظيم عن الأداء. لا مش قصة تنظيم، قصة دعم. يعني المدير الفني المنتخب مصر أجيري هو أعلى راتب في الكون، في أفريقيا كلها. بص يا مهيب، ما فيش شك ان هيبقى في وقفه مع المدير الفني ومع الجهاز الفني عشان نعرف ايه الاسباب اللي خلت مصر ما تاديش هذا الاداء، يعني ما تاديش الاداء اللي يرضي جماهير كره القدم المصريه. وطبعا احنا يعني انا على المستوى الشخصي بعتذر لجماهير كره القدم المصريه، يعني الظهور اللي ظهرناه ده لم يحدث من 56 اعتقد، من اول ما بدات البطوله الافريقيه. فيعني عايز اقول ان يعني ما كانش في اداء في الدور الاول، وكنا مداعبين وكنا بنحاول نقول ان الامور هتتحسن في المستقبل، وان كل ما هنعدي الادوار كل ما هيبقى فيه يعني اداء افضل. لكن للاسف الشديد النهارده يعني اللي انا شفته مش ده منتخب مصر. طيب كابتن مجدي معلش عشان ناخد نقاط مهمة ومفيدة وسريعة، هو لسه هيكون هناك وقفة مع أجير؟ يعني لا. لسه احنا هتعمل وقفة وهتقعد ويعني لا، ما انتوا قعدتوا كتير جدا. انت النهارده لابد، انا من وجهة نظري ان يكون انا مش صاحب القرار، ولكني انا بقول لك وجهة نظري كعضو في اتحاد الكرة او كراجل فني، ان احنا ايه بقى وجهة نظرك؟ من عقد جلسة لمجلس إدارة الاتحاد سريعة لمناقشة الأمر واتخاذ القرار المناسب لصالح كرة القدم المصرية، واخد بالك؟ ولازم طبعا أنت دلوقتي مرتبط بتعاقد، فلازم تشوف التعاقد رايح فين وجاي منين والقصة. أيوة بس أنا كان عندي معلومة إن أنت لو وصلت للنهائي هتكمل، لو ما وصلتش للنهائي أنت مش معانا، الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ ده الرجوع للعقد، انا ما اعرفش ده مكتوب في العقد ولا لا، انت واخد بالك؟ طب حتى لو العقد، هو ممكن اجير يكمل بالمستوى ده والاداء ده والهزيمه دي؟ هو ده اللي احنا محتاجين اجتماع مجلس اداره سريع عشان نقدر ناخد القرار السليم في الوقت السليم. طيب مين المسؤول؟ عندنا تصفيات كاس عالم بالظبط بعد شهرين، فبالتالي لازم يبقى في وقفه. انا قلت حاجه بس الناس ما يعني ما تاخدهاش كده، يعني ما تتريقش. مصر في كاس العالم، وده على مسؤوليتي، وافتكر الكلام ده مش وقته، بس انا بهدي الناس شويه لان في ناس بتنفخ في الجماهير والجماهير مش مستحمله. انا ما اعتقدش ان احنا نبقى يعني اسوء من كده في اي تصفيات. طيب يعني دلوقتي كابتن مجدي حاجه مهمه جدا، قرار اجيري في ايد مين؟ في مجلس الاداره ككل. مجلس الاداره، طيب وخاصه مهندس انا بريد. تمام. طبعا من يتحمل مسؤوليه خروج مصر من دور ال 16 على ارضنا وسط جماهيرنا؟ مين اللي يتحمل المسؤوليه؟ بالترتيب كده نمره واحد اللعيبه. نمره واحد اللعيبه؟ طبعا، لان اللعيبه اللي بتأدي في الملعب، احنا ما بننزلش نلعب. نمرة اثنين الجهاز الفني. نمرة ثلاثة اتحاد كرة القدم. طب ما انت اللي جايب الجهاز الفني والجهاز الفني اللي جايب اللعيبة. ماشي، انت عندما يعني لما بتتعاقد مع جهاز فني بتتوسم، يعني انت حطيت اتحاد الكرة في المركز الثالث وهو اللي جايب الاثنين اللي قبله. الترتيب يمشي كده. انت النهارده ما نزلت، انت ما يعني انا لو كان ينفع العب كنت نزلت لعبت. انت واخد بالك؟ لو كان ينفع العب كنت نزلت لعبت، وان كان الاداء اللي انا شفته النهارده كان يديني الفرصه ان انا لو لعبت هبقى هلعب برضه نفس القصه، ارجع الكره لورا وباصي على الجنب وما يبقاش فيه هجمات. انت واخد بالك؟ يعني الامور عايزه
يبقى في اجتماع طارئ يؤدي في النهايه الى قرار يرضي جماهير كره القدم المصريه. نتمنى ذلك يا كابتن مجدي، ونتمنى الاجتماع ده يبقى طارئ بجد وبسرعه بجد عشان الجماهير تهدى شويه. نطلع فاصل، وبشكر طبعا كابتن مجدي عبد الغني، ونطلع فاصل ونرجع نستقبل